السلام عليكم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم وتكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تشوفوا معايا موديلات رائعه وانيقه كيف ما عودتكم دائما، فما عليك الا تنضموا للقناه وتفعلي جرس التنبيهات هكا باش يوصلك كل جديد. فنبداو الفيديو ديالنا صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد صلاه مباركه وسلامه. كما كتشوفوا معايا هاد الجليبه كيفاش جات بالطرز الرخامي، شوفوا معايا جات بالجلابه والقميص ديالها بالضريسات في اليدين ديالها. شوفوا معايا بالنسبه للون اللي جا راقي وانيق ما شاء الله، ومطروزه بالصم وباللون ديال القفطان، جات غزاله ما شاء الله. وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا اللي جا غزال كذلك وانيق مزون ما شاء الله. شوفوا معايا لي كولور ديالو بالنسبه للنواغ وجايب هذا الطوغي فهو انيق ما شاء الله. كذلك التنبات اللي جا انيق وراقي اللي جا هكا في القبيب، وهنا عند الصدر هانتوما لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد الجليبه هادي كيفاش مخدومه، فما شاء الله انيقه وراقيه بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود وهذا اللون الذهبي. شوفوا معايا بالنسبه للتنبات كيفاش جا في القبيب، ونمشيو هذا الموديل اللي جا كذلك راقي كاين واحد التناسق ديال الالوان اللي هو رائع، واحد الميلونج اللي هو زوين اللي عطى واحد اللوحه فنيه. شوفوا معايا كيفاش جات هاد الجيبه هذه، هي جات انيقه ما شاء الله بالقميص ديالها اللي طالعه بالعنق. شوفوا معايا تجيب الطرز ديال المعلم هانتوما بالطرسان. وهاد الجليبه هادي فنخليو لا فيديو يوصل لاكبر عدد من اللايكات البنات، ما تنساوش لا فيديو من اللايكات. شوفوا معايا هاد الجلابه هادي بالنسبه للعريسات اللي جات انيقه كذلك هانتوما. شوفوا القميص ديالها كيفاش جا والجلابه من الفوق كيفاش جات ما شاء الله انيقه. وهذه جلابه واحده اخرى اللي كتجي سامبل بواحد الخياطه اللي هي بسيطه ولكن انيقه تبارك الله ما شاء الله مزيونه. نمشيو نشوفوا هذه الجلابه كذلك كيفاش جات. شوفوا معايا بالنسبه لهذه الجلابه راقيه وانيقه، شوفوا بالنسبه للالوان فهو متناسق رائعه في اللبسه ديالها كذلك. وهذا موديل اخر فهو مختلف على اللي شفنا من قبل. شوف كيفاش جات هاد الجلبه كذلك باللون الاسود والابيض. شوفوا معايا بالنسبه للطريزه كيفاش جات في اليدين ديالها، هنا في العنق كيفاش جات، كذلك في القميص ديال الجلابه والضريسه حتى هي كيفاش جات. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد الجليبه كيفاش ملبوسه كيفاش مخدومه. ونمشيو نشوفوا هذا الموديل اخر اللي هو جديد كذلك. شوفوا معايا الخدمه ديال المعلم كيفاش جات، وهنايا بالنسبه للعقيدات اللي كتجي بنص طوق وخدمه ديال المعلم اللي كتجي مع العقيدات. وشوفوا كذلك بالقميص، القميص ديال الجلبه هانتوما. لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد الجلبه والخدمه ديالها. وهذا الموديل اخر حتى هو اللي جا انيق وراقي في اللبسه، شوفوا معايا عند الكتاف كيفاش مخدوم وعند الصدر كذلك كيفاش مخدوم الخدمه ديالو الخدمه ديال المعلم. هنا في صاله كتجي ايفازي. هذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا اللي كيجي مفتوح فوق اليدين مع القميص ديالها. شوفوا معايا خدمه ديال المعلم
والعقيدات كتجي نص طوق توب كريب، والخديمه كذلك اللي كتجي فوق اليدين كيفاش دايره، فهي انيقه ما شاء الله. ونشوفوا هذا الموديل اللي جا راقي كذلك، شوفوا معايا خديمه ديال المعلم كيفاش جات في الجليبه، شوفوا في اليدين كيفاش جات، هي بسيطه وانيقه ما شاء الله. فبقوا معايا مازال لي موديل اللي هما راقيين وانيقين. مشيو نشوفوا هاد الجليبه هذه اللي جات باللون الاسود، خدومه بالفوشيا، شوفوا توب كريب، شوفوا كيفاش مخدومه هنايا، كيفاش مخدومه بالمرمى في اليدين، كي جات غزاله انيقه بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد الجليبه كيفاش ملبوسه، شوفوها معايا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود. نمشيو هذا الموديل هذا اللي كيجي حتى هو بالراندا، شوفوا معايا، وكيجي جلابه بقميص ديالها، شوفوا الدريسه كيفاش جات في اليديدين ديالها. وهذا موديل اخر كما كيجي كيجي بالراندا، شوفوا معايا هنا هنا الفيديو كيقربكم اكثر لهذا الموديل. هانتوما نمشيو هذا الموديل هذا حتى هو اللي جا مختلف كليا على اللي شفنا من قبل، شوفوا معايا بالنسبه للخدمه ديال المعلم، هاد الكاب هذا اللي داروه فوق الجلابه اللي كيجي غزال ما شاء الله. وبالنسبه لهاد الجلابه هذه كذلك اللي جات غزاله ما شاء الله وانيقه، وهذه اللي جات في التنبات ما شاء الله غزاله وانيقه، شوفوا معايا اللوينات تناسق ديال الالوان. فإلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب،